بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم أنبيائه ورسله سيدنا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. بدءاً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ولكل المسلمين في كل شؤون حياتهم بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الآية 105 من سورة الأنبياء. والعنوان لكلمتي في هذا الحفل البهيج هو: ما هو النصاب الواجب اعتقاده في عقيدتنا بالمهدي عليه السلام؟ هذا العنوان جاء ليجيب على سؤال يتردد كثيرا: ما هي حدود الإيمان بالإمام المهدي؟ هل كل ما يقال عن الإمام يجب علينا أن نؤمن به عدد جنده وقادة جيشه مكان خروجه وما إلى ذلك من الأمور التي تثار هنا وهناك؟ المؤمن لا بد وأن يقف بوضوح على ما يجب عليه أن يعتقد به، وما زاد على ذلك فإن كان ثابتا أخذ به، وإن لم يكن كذلك فهو في إباحة من ذلك. نسأل هذا السؤال: بماذا تثبت العقيدة؟ علماء الكلام يقولون على أن العقيدة تثبت بأحد ثلاثة: تثبت العقيدة بالحس أولا، وخاصة السمع والبصر، فهل من سبيل للاعتقاد أو الوصول إلى جزم بوجود الإمام المهدي من خلال الحواس؟ لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل إلى ذلك. إذن هذا الطريق لا ينفع أن يكون موصلا لنا لعقيدتنا. الطريق الثاني هو طريق العقل، وذلك من خلال البديهيات والضروريات، ومن خلال الأسس العقلية التي تساعد في تثبيت الأمور، وخصوصا المتعلقة بالتوحيد، كالتأمل في الآيات الكونية والنفسية يقود إلى الإيمان بالله من خلال مبدأ يسلم به العقل، وهو أنه لكل معلول علة. إذن أمكن من خلال العقل أن نصل إلى موضوع مهم وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نحن بصدد قضية الإمام المهدي، فهل من سبيل من خلال العقل أن يوصلنا إلى هذا الاعتقاد أم لا؟ هناك فكرة تطرح، ولعل من يقرأ كتابات الشهيد المطهر رحمة الله عليه سيجد هذه الفكرة،
وهي أن العقل البشري حينما يتوافق في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة على أمر ما، هذا الأمر له وجود، ما توافقت عليه العقول السليمة إلا وله وجود. مثلا كل بني البشر يرغب في الخلود، لو سألنا أي شخص عاقل لرغب في ذلك، إذن هو أمر يتوافق عليه العقلاء أنهم يرغبون فيه. إذن قالوا إذا كان العقل في كل الأزمنة يتوافق على شيء ما، هذا له وجود. ما علاقة هذا الكلام بموضوعنا؟ نعم، كل العقول من سائر الأديان ترى على أن دينها السماوي أو الأرضي هو الذي سيحكم المعمورة في النهاية. كل العقول السليمة على مر التاريخ كانت تتطلع إلى لحظة يسود فيها العدل والإنصاف والاستقرار. إذن هنا رغبة عند كل البشر على مختلف مستوياتهم وفي كل الأزمنة. يقولون إذا كانت الرغبة هذه بهذا الحال، هذا يدل على وجودها. وعليه نعم، هناك طريق من خلال العقل يثبت لنا موضوع المهدي في الجملة، يثبت لنا الموضوع في إطاره العام، لكن نحن لا نكتفي بالإيمان بالمهدي في إطاره العام، على أنه مصلح في الأخير يأتي ليمسك الزمام ويعمر الأرض وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. نريد تحديداً شخصياً لا نوعياً، وعليه أمكن أن نستفيد من العقل من أن يوصلنا إلى الإطار، إلى الفكرة، لكن هذا ليس بالنصاب الذي يعذر وتبرأ ذمة الإنسان المؤمن عنده. إذن ما السبيل الثالث؟ لا سبيل لذلك إلا من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الشريفة. من خلال هذين المصدرين الأساسين يمكن أن نصل إلى ما يجب أن نعتقد فيه في موضوع أو به في موضوع الإمام المهدي عليه السلام. نعم، وبضرس قاطع ولسان فصيح، القرآن الكريم قدم لنا أربعة أصناف من الآيات تضع هذه العقيدة في إطارها العام الواضح، ثم تأتي بعد ذلك السنة الشريفة لتكمل ما أسس له القرآن الكريم. فدعونا ننطلق بهدوء في هذه الوريقات لنصل إلى نتيجة واضحة. الصنف الأول من الآيات أسس لهذه العقيدة من خلال تأكيده على مبدأ الإيمان بالغيب، وهذا الأمر
الإيمان بالغيب هو من صميم عقيدتنا في المهدي، لأنها تقوم على الإيمان بالغيب، ومن لا يؤمن بالغيب لا يمكن أن يؤمن بهذه العقيدة. إذن الصنف الأول من الآيات المباركات أسس لهذه العقيدة وبين على أن المتقين هم أولئك الذين يؤمنون بالغيب. وهناك شيء في القرآن الكريم اسمه الجري والتطبيق، بمعنى أن مفردات القرآن تظهر لها مصاديق مع توالي الأيام والأزمان، كما أشار القارئ حينما نقل على أن أحد التفاسير يقول: أمن يجيب المضطر، المضطر هو الإمام المهدي، مو التفسير أن المضطر هو الإمام المهدي، لا، وإنما القرآن من خواصه أو من ميزاته أن تظهر له مصاديق مستقبلا، فالمهدي هو مصداق للمضطر الذي يجاب إذا دعا، لا أن الآية نزلت فيه بعينه، وإنما هو مصداق من مصاديق المضطرين، والمهدي هو مصداق من مصاديق الغيب. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن الآية الأولى أسست لهذا الأمر. تأتي الآية الثانية أو الصنف الثاني ويبين حتمية انتصار الرسالة السماوية الإسلامية الخاتمة وحاكمية الدين وظهوره وانتصار الرسل والذين آمنوا، وهذا أيضا يأخذ بنا، يقترب بنا أو يقربنا إلى هذا الاعتقاد. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره على كل الأديان، على كل المعمورة. وفي آية ثانية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. القصص 5. وفي آية ثالثة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 52 سورة غافر. إذن 3 آيات بينت حتمية انتصار الرسالة في نهاية المطاف. ماذا يعني هذا؟ من يحمل هذه الرسالة؟ من يطبق أحكام هذه الرسالة؟ إذن اقتربت بنا الآيات شيئا فشيء إلى هذه العقيدة. يأتي صنف ثالث ليدفع بعض الشبهات في هذه العقيدة، وهذه الشبهات لا مكان لها في من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه حكيم، لكن مع ذلك بيّن القرآن الكريم جملة من الحوادث فيها ما يشابه وضعية الإمام المهدي. أولها في مسألة طول العمر، النبي الإمام المهدي ليس بأطول عمرا من النبي نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 14 العنكبوت.
وفي مسألة خفاء ولادته والإعجاز فيها، هنا يضرب القرآن مثلا في موضوع النبي موسى عليه السلام: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له. 39 من سورة طه. وفي مسألة إمامته وهو صغير وقدرته على إدارة الأمور في شأن النبي عيسى والنبي يحيى، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، 46 آل عمران. وفي شأن النبي يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ارتفعت الإشكاليات في من يسأل أو في من يشكل على مسألة خفاء ولادته كيف كانت، وفي مسألة طول عمره، وفي موضوع إمكانية إدارته وتسليم المؤمنين له. يأتي الصنف الرابع فيأخذ بنا أقرب إلى هذه العقيدة ويبين على أن الصنف الذي سيحكم في نهاية المطاف هم مؤمنون بنوع خاص. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه اقتربت بنا أكثر على اختلاف التفاسير، إلا أنهم القدر المتيقن الذي يخرج به المتأمل على أن هذه الكتابة مو كتابة تشريعية. لدينا ثلاث أنواع من الكتابة الإلهية: لدينا كتابة تتعلق بذاته كتب على نفسه الرحمة، ولدينا كتابة تشريعية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولدينا كتابة سنن كونية، سنن تحكم الكون، حتمية الحدوث، وهي أن العباد المخلصين الصالحين هم الذين سيحكمون سيرثون الأرض في نهاية المطاف. هذه الوراثة يقولون وراثة سيطرة وتحكم وقيادة. من هم الأقرب لأن يشار إليهم على أنهم من العباد الصالحين؟ من هم الأقرب؟ هم أهل البيت، امتداد أهل البيت. إذن أخذت بنا الآية هذه إلى موضع قريب من العقيدة. الآن اتضح على أنه يجب على المؤمن إلى هذا الحد، يجب على المسلم أن يؤمن على أنه في نهاية الأمر سيحكم دين الله هذه البسيطة، وأن القائم على الحكم هم نوع خاص يتميزون بالإخلاص والصلاح. إذن يأتي دور السنة النبوية الآن لتحدد لنا هذا النوع، لتضع النقطة على الحرف حتى تتضح العقيدة بوضوح تام. إذن علينا أن نذهب إلى السنة الشريفة، وعقيدتنا لا تؤخذ من القرآن فقط وإنما أيضا من السنة. الصلاة كم قال فيها القرآن؟ حدد مسألة الوجوب وبين على أنها من صفات المؤمنين وأشار إلى أوقاتها، وربما أشار إلى مسألة مقدماتها من وضوء أو غسل أو تيمم،
لكن ما أعطى تفاصيل، فجاءت السنة وأعطت كل التفاصيل في موضوع الصلاة. يمكن الصوم هو الفريضة الأكبر التي فصل فيها مع الميراث، وإلا بقية الأمور تركت للسنة الشريفة، وهذه العقيدة تركت للسنة أيضا أن تضع الأمر بوضوح أمام الإنسان المؤمن. إذن بناء على تحديد الوقت والخوف أنه ينتهي الوقت وما وصلت إلى نهاية الكلمة فتكون الكلمة مبتورة غير واضحة، الرواية الأولى أو الصنف الأول من الروايات الذي أكد على حتمية ظهور المصلح الإمام. الآيات أوصلتنا إلى أن الأرض سيرثها العباد الصالحون، تأتي الروايات الآن لتقرب لتأخذ بنا أقرب إلى حيث هذه العقيدة. الرواية لو لم يبق من الدهر أو من الدنيا، على رواية أخرى على في لفظ آخر، إلا يوم لا بعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا في صحيح الترمذي وفي مسند أحمد بن حنبل. قال الشوكاني: الأحاديث الواردة في المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة، ويذكر هذه الرواية في مسند أحمد: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. الصنف الثاني من الروايات حدد معالم هذه الشخصية، مو من أهل بيتي، حدده أيضا، قال: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة. إن عليا إمام أمتي من بعدي من ولده القائم المنتظر الذي إذا ظهر يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يأتي الصنف الثالث ليبين لنا عظمة هذا الإمام، مقام هذا الإمام، كما في عن أبي هريرة في البخاري: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم بينكم وإمامكم منكم؟ وعن جابر: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال فصلي. الصنف الرابع من الروايات خلاص أخذت بالمسلم إلى حيث العقيدة بوضوح تام. المسألة الآن ما عادت إطار أنه الإسلام سينتصر في الأخير، سيحكم الدنيا، ستطبق الشريعة، سيقوم على التطبيق رجال صالحون من أهل البيت. لا، الآن بدأت الرواية تأخذ بنا إلى حيث تحديد هذا الرمز، حددت اسمه بالشخص وأكدت على اسمه وعلى وجوده تفصيلا وتصريحا. وحديث الإمام الحسن العسكري عن أبي هاشم: قلت لأبي محمد: أتأذن لي أن أسألك؟ قال: سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. إذن من خلال الآيات ومن خلال الروايات تبين أو اتضح على أن هذه العقيدة إنما ثبتت من خلال الوسيلة الثالثة، وهي طريق الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية. الآن نأتي إلى الختام ونجيب على السؤال
الذي بدأنا به الحديث. إذن ما هو النصاب الواجب أن أعتقده أنا كشيعي كمسلم شيعي في موضوع الإمام المهدي؟ ما نريد إفراط ولا تفريط، نريد القدر الذي تبرأ ذمتي حينما أكون عليه من حيث الاعتقاد. إذن ممكن أن نلخص ذلك في هذه العبائر. مصلح عالمي من ولد فاطمة من أهل البيت اسمه محمد بن الحسن العسكري المهدي، مولود حي يرزق، غيبه الله لحكمة ويظهره في آخر الزمان في موعد غير معلوم، ليصلح المعمورة ويرث الأرض بتحكيم شرع الله فيها. هذا هو النصاب الواجب الذي يجب على المؤمن أن يعتقد فيه في موضوع الإمام المهدي، وما عدا ذلك ليس بواجب في مسألة العدد ومسألة الكيفية وما إلى ذلك من التفاصيل الموجودة في روايات متناثرة أكثرها غير محقق، ويتيه الإنسان كثيرا حينما يسترسل مع مثل هذه الأمور. يبقى الإنسان المؤمن يعتقد بهذه العقيدة إلى هذا الحد، ويكون مرتبطا من خلال التسليم بهذه العقيدة على أنها جزء من الغيب، وعلى أن الحكمة شاءت ذلك، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يفعل ما لا يسأل عن فعله، وإنما هو يسأل عن أفعال عباده. الخلاصة، المهدوية عقيدة ثابتة بالدليل الشرعي القطعي الذي لا مجال لإنكاره، ومن خلال الوسائل التي تثبت بها أمور العقيدة، وهذه العقيدة من أمور الغيب. وكلما كان المؤمن قوياً في الإيمان بالغيب كان قوياً في هذه العقيدة، والمهدي هو النموذج المحمدي الخالص في زمن الخلط والخبط، والله أرسل رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعليه لا داعي للنقاش في مسألة يخرج بالسيف ومسألة الأسلحة وما إلى ذلك. جده أرسل رحمة وهو يخرج رحمة أيضا، ولن يقاتل إلا إذا فرض عليه القتال كجده النبي محمد صلى الله عليه وآله. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية كلمتي هذه، أعتذر عن إتعابكم بعض الشيء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لأن نقدم هذا الموضوع إلى درجة أذكر فيها نفسي وإخواني هذا الحضور الكريم بهذه العقيدة الأصيلة المهمة في مذهب أهل البيت بل عند كل المسلمين. اللهم خذ بأيدينا لما فيه رضاك وصلاحنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا واجعلنا من التابعين الصادقين للنبي ولآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.